من جديد برحب بيك كابتن محمد صبري، برحب بنجوم الاستوديو التحليلي. وعقب انتهاء مباراه الزمالك وطلائع الجيش بفوز غالي وعزيز للفارس الابيض الزملكاوي ليستمر في طبعا الانتصارات البيضاء، يمكن طبعا هدف للكابتن عبد الله السعيد ليصل للهدف رقم 129، سبع مساهمات للكابتن عبد الله في اخر سبع مشاركات مع الزمالك، يمكن احرز خمس اهداف وصنع هدفين، تالق كبير من لاعبي نادي الزمالك والكابتن عبد الله السعيد. يا كابتن محمد صبري، يمكن متواجدين داخل نادي الزمالك معي ومعك اراء اعضاء الجمعيه العموميه لنادي الزمالك، برحب بحضرتك، شفت المباراه النهارده ازاي؟ طبعا اضافه كبيره، وبشكر كابتن عبد الله السعيد نادي، يعني كابتن عبد الله السعيد اضافه كبيره قوي نادي الزمالك، وخبره عريقه يسبب الفوز للزمالك في كل مره بيضع لمسته، فحاجه مشرفه. زائد ان هو اهلنا النهارده هديه عيد ميلاده اللي احنا بنقول له كل سنه وانت طيب، كانت هديه كويسه ومقبوله لنادي الزمالك بالفوز النهارده. وطبعا انا مبسوط جدا ان الزمالك الفارس الابيض والنادي الملكي، الزمالك بيبقى انحضر، الزمالك بيكسب حتى لو النجوم في المنتخب الاولمبي معانا، برضو الزمالك كله نجوم اذا كان اللعيبه او في الدكه، بصراحه قمه في الرجوله واداء ممتع ومشرف بصراحه جدا. ان شاء الله رايك النهارده في الماتش؟ حلو جدا، انا فرحانه قوي ان الزمالك كسب. مبسوطه قوي. رايك في الماتش النهارده؟ جميل جدا، وانا فرحان جدا ان الزمالك كسب. مستمرين معاك كابتن محمد صبري طبعا في اراء اعضاء الجمعيه العموميه، برحب بيك، شفت الماتش ازاي النهارده؟ يمكن الفوز الثاني على التوالي تالق كبير من كابتن عبد الله السعيد، قول لي بقى شفت الماتش ازاي؟ بالنسبه للماتش والله انا شايف ان الماتش انا طالما بكسب بحاجه كويسه، يعني اهم حاجه ان انا بكسب واخد الثلاث نقط. دي نقطه. النقطه الثانيه، لما عبد الله السعيد بيسجل انا بفرح، انا كجمهور الزمالك بفرح، انا بحب ان عبد الله ياخد ثقه ويسجل ويبقى موجود معايا بشكل كويس قوي، لان هو عبد الله لاعب كبير. دي نقطة. النقطة التانية، في ظل الغيابات اللي موجودة عندنا ان احنا نكسب برضه دي حاجة كويسة جدا، ان انا بقى بقدر اعتمد على اللعيبة الصغيرة الناشئين، بصعد وبديهم ماتشات، بيبدأوا ان هم يعني يبقوا بعتمد عليهم، على حاجة شباب واعد يعني، بقدر ان انا يثبتوا نفسهم، مستوياتهم بتعلى، دي حاجة برضه كويسة جدا. دي كلها دي مكاسب من الماتش النهاردة غير الثلاث نقط، فبس يعني ربنا يكرمنا في اللي جاي ان شاء الله. انا برحب بيك النهارده، يمكن فوز النهارده واستمرار لنغمه الانتصارات لنادي الزمالك في الفتره الاخيره، مكاسب عديده زي ما اتكلمنا، تصعيد ناشئين، هدف كابتن عبد الله السعيد بيوصل للهدف 129، وترسيخ طبعا ثالث هداف بطوله الدوري عبر التاريخ. قول لي بقى شفت المباراه ازاي النهارده؟ مبروك للزمالك، الماتش كان رائع جدا وكل اللعيبه عملت شغلها، ومبروك ليوسف اويامة وعبد الله السعيد، مع ان كان في حظ سيء بالنسبه للجون اللي دخل فينا، لكن كل اللعيبه بجد رائعه، وهارد لك للجيش. قول لي النهارده مبسوط بفوز الزمالك؟ ايوه. عايز اقول مبروك للزمالك، فرحان جدا ان الزمالك كسب. وانت بقى شفت الماتش؟ مبسوط قوي الزمالك كسب، والحمد لله الزمالك كسب. شفت جون اوباما؟ ايه رايك فيه؟ كويس قوي. جون عبد الله السعيد ايه رايك فيه؟ حلو قوي النهارده. كابتن محمد صبري، يمكن سعاده كبيره من اعضاء الجمعيه العموميه للفوز الثاني على التوالي بعد الفوز على النادي الاسماعيلي، تقدم طبعا للفارس الابيض في عدد النقاط، يمكن الزمالك بيتقدم من مباراه لاخرى، كل الامنيات الطيبه للفريق الاول لكره القدم بنادي الزمالك في الفوز والانتصارات في المباراه المباريات القادمه. كابتن صبري، الان اعود اليك من نادي الزمالك الى الاستوديو التحليلي، اليك الكلمه.